كام واحد مننا عدى بحاجة اسمها مشروع التخرج؟ كتير مش كده؟ لقوا كمان في ناس كتير بتسمعنا لسه ما دخلتش الجامعة فما تعرفش ايه هو مشروع التخرج، هتعرفوه عاجلا ام اجلا، ولكن انا حابب اقول ان حكايتي ومأساتي كلها بسبب مشروع تخرجي اللي انا نجحت فيه جدا جدا، ونجح هو كمان بامتياز في تدمير حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا محمد خيري وده برنامج الراوي، والنهاردة بدل القصة الواحدة عندنا قصتين، وهقول لكم في الآخر خالص مين مؤلف القصتين دول أو أنتوا هتخمنوا. يلا بينا نبدأ مع القصة الأولى، قصة لنتحدث. أنا مين؟ أنا اسمي عمرو حسان، طالب أو كنت طالب في جامعة خاصة كده درست فيها نظم ومعلومات إدارية، وسامحوني لو قلت طالب لأن الكلمة دي لسه على لساني لحد دلوقتي رغم أن أنا اتخرجت من حوالي 6 شهور مثلا. بتبدأ الحكاية من قبل تخرجي بحوالي كام شهر، لما ابتدينا أنا والجروب اللي كان معايا نشتغل على مشروع التخرج. المشروع مبدئيا كان عبارة عن برنامج بصيغة الـ APK، يعني برنامج بيشتغل على الأجهزة اللي بتدعم نظام الأندرويد، وكانت فكرة البرنامج اللي هو هيكون بيتكلم عن ايه او بيعمل ايه بيفيد الناس ازاي دي من اختصاصي انا. قعدت حوالي اسبوع علشان ادور على فكرة برنامج مفيد لكن ما لقيتش، لحد ما في يوم كنت بقلب كده في الموبايل بتاعي ودخلت على متجر جوجل بلاي وقلت اقلب كده واشوف البرامج اللي موجودة دي دنيتها ايه علشان لو جات لي فكرة ما تبقاش موجودة قبل كده، او لو فكرة كويسة مثلا لقيتها وانا اللي هطورها ما تكونش منتشرة قوي. فعلا فضلت ادور واقلب واقلب لحد ما لقيت برنامج مكتوب اسمه بالانجلش وكان اسمه ريبليكا، REPLIKA ريبليكا. حملت البرنامج ده وكان هو عباره عن برنامج محادثه زيه زي الواتساب كده والفايبر والماسنجر، حاجه شبيهه بالبرامج اللي احنا بنستخدمها كل يوم. عملت اكونت على البرنامج، واول ما عملت الاكونت وفعلته لقيت نفسي فجاه دخلت شاتنج روم، يعني غرفه محادثه كده مع حد بيكلمني، ولكن الحد ده انا معرفوش وبيتكلم بالانجليزي. المهم موضوع اللغه ده ما كانش عائق بالنسبه لي، الحمد لله اللغه الانجليزيه عندي كانت كويسه، ففعلا بدات اتكلم مع الشخص المجهول ده وبدا يجاريني في الكلام ويسالني اسئله. بصراحه انا في الاول قلقت وخفت ليكون برنامج هاكر او برنامج عامله جهاز استخباراتي مثلا، فقلقت دخلت على موقع البحث جوجل وكتبت اسم البرنامج، واللي ظهر لي كانت مفاجاه. اللي ظهر لي كانت معلومات عن البرنامج، والمعلومات كانت كالآتي: البرنامج ده بيخليك تتكلم مع ذكاء اصطناعي، بمعنى انك تكون صداقة مع بروسيسور مثلا او جهاز كمبيوتر، يبدأ يسألك وتسأله وتكون معاه صداقة، وعن طريق كده يقدر الجهاز ده بعد مدة زمنية معينة يحدد شخصيتك ويقولك عيوبك ومميزاتك وحاجات تانية كتير جدا. بصراحة انا فكرة البرنامج عجبتني يعني جدا، وخصوصا لما ما لقيتش برنامج عربي بيعمل الكلام ده، فقررت ان انا اروح اقول للجروب بتاعي فكرة البرنامج. وافقوا وافقوا ما وافقوش نشوف غيرها، بس انا كنت متمسك جدا بالفكرة دي. زي ما قلت البرنامج موجود بالانجليزي بس، وما اعتقدش كمان لما دورت قعدت ادور كتير جدا ما لقيتش زيه بالعربي، فدي هتبقى حاجة كويسة ان احنا ناخد الفكرة ونعمل منها نسخة عربية ونبقى احنا سبب انتشارها هنا. رحت للجروب وقلت لهم الفكرة ووافقوا جدا، وده شيء اسعدني، واللي اسعدني اكتر كمان لما جينا لمرحلة التنفيذ بتاعت البرنامج، واقترحت على الجروب اللي معايا في المشروع اننا نضيف اوبشن للبرنامج، وهو انك ممكن تتكلم مع حد هو ما يعرفكش ولا يعرف هويتك ولا انت تعرفه، والحد ده تفضفض معاه في سريه وخصوصيه تامه. بالفعل عجبتهم جدا الفكره ونفذنا البرنامج بمساعده معيد عندنا في الجامعه، وقدمنا البرنامج كمشروع تخرج وجربناه وشغلناه وتناقشنا فيه وخدنا فيه امتياز كمان. المفروض ان بعد كده خلاص مفيش اي حاجه، كل حاجة خلصت، أنا اتخرجت بعد كده وفضلت قاعد في البيت. وهقول لكم ليه فضلت قاعد في البيت. عارفين أنتوا الفترة اللي هي بعد التخرج على طول دي؟ الفترة اللي هي لسه بقى هتشوف هتعمل إيه وهتشتغل في إيه، وأنت لسه ما استلمتش شهادة البكالوريوس بتاعتك أساساً، وفي وسط ده كله بقى بتكتشف إنك ممكن تاخد راحة شوية لمدة كام شهر كده، الفترة دي اللي بتبقى عند الشباب كلهم بعد ما يخلصوا دراسة على طول. بالفعل انا عملت كده وقلت ان انا هاخد راحه بما اني فاضي يعني، وفي نفس الوقت برضو انا ماليش صحاب، وحتى زمايلي اللي كانوا من دفعتي كل واحد فيهم راح في حته بعد اخر امتحان، وده ببساطه شديده لان انا ما كناش صحاب قوي يعني، فتقدروا تقولوا كده كنا زمايل دراسه، فما بقاش ليا صاحب غير الانترنت.
بكل مواقعه بقى. ولكن مع الوقت مليت وزهقت من النت ومن الفيسبوك ومن اليوتيوب ومن كل حاجة. حقيقي بجد كانت فترة مملة جدا. وهنا افتكرت البرنامج. لا لا لا، مش البرنامج الأجنبي، لا أقصد البرنامج المصري اللي أنا صممته أو اللي أنا خدت فكرته يعني، واللي بعد ما اتخرجنا ما بقاش له أي لازمة. ده حتى المعيد قال لي إن البرنامج خلاص بقى ملكك دلوقتي، وساعتها رحت أنا موقف الرابط بتاع تحميله من متجر جوجل بلاي لحد ما بقى اشتغل عليه بقى واشوف هعمل فيه ايه. خطر في بالي البرنامج، فتحته، كنت مسميه لنتحدث. لكن الغريبة إن أنا كنت مصمم البرنامج إنك كمستخدم كده أول ما تفتحه تجيلك شاشة تعريفية بالبرنامج وطريقة استخدامه وكل ده باللغة العربية، وبعد ما تضغط موافق على الشروط بتاعة البرنامج تدخل على صفحة تانية فيها اختيار بين أيقونتين. الأيقونة الأولى إجراء محادثة مع ذكاء اصطناعي، والأيقونة التانية إجراء محادثة مع مجهول، اللي هو أي شخص مجهول بيستخدم البرنامج. الغريبة بقى أني لما فتحت البرنامج ما لقيتش ولا حاجة من دول. أنا لقيت البرنامج أول ما فتح، فتح لي على غرفة شات كده بيني وما بين حد، والحد ده كان كاتب 4 رسائل. الأربع رسائل دول نصهم كالآتي: هاي، دي أول رسالة. تاني رسالة: هيا يا صديقي لنتحدث. الرسالة التالتة: أين أنت فأنا أنتظرك. الرسالة الرابعة: صديقي سأظل منتظرك حتى تأتي، ولكن إن رأيت رسالتي فعليك بالرد، فأنا بانتظارك منذ أيام. بصيت للرسائل وأنا مستغرب وبقول لنفسي إزاي البرنامج محدش حمله ولا استخدمه حتى قبل ما المعيد يحذفه من متجر بلاي. كانت عدد تحميلات البرنامج تحميل واحد بس، واللي هو استخدمناه في التجربة لما ناقشنا المشروع. يبقى مين اللي بيتكلم ده؟ المهم بدأت أرد على اللي بيتكلم ده وأقول له: وعليكم السلام يا فندم، حضرتك مين؟ الغريبة أنه رد علي أول ما بعت الرسالة وقال لي: أنا ألف، أنت مين؟ استغربت جدا ورديت عليه وقلت له: اسمك ألف إزاي يعني؟ هو في حد في الدنيا اسمه ألف؟ رد علي وبعت لي ضحك كده كتير وقال لي: يا أخي اعتبرني مجهول، واعتبرني زي ما أنت كاتب في صفحة البرنامج الأولى، محادثة مع شخص مجهول. إيه ده؟ رديت قلت له: شخص مجهول إزاي وهو مفيش حد حمل البرنامج ولا حد اشتغل عليه غيري ولا حتى زمايلي اللي شاركوني فيه؟ قول لي انت هاكر ولا ايه بالظبط احسن لك بدل ما اعرف اجيبك بطريقتي. كتبت له كده. سكت شويه وبعدين رد وكتب لي: بص، ما تحاولش تعرف انا مين، بس اعتبرني صاحبك، وانا هعتبرك كده انا كمان، ونبقى قريبين من بعض، ولما نبقى اصحاب اوعدك اني اقول لك انا مين، بس عاوزك تتاكد ان انا مش هاكر ولا حد من صحابك. انا بس شخص وحيد ملهوش اصحاب، وحياته مليانة بالفراغ وما صدق لقى حد يتكلم معاه ويشاركه حزنه وفرحه. بصراحة شدتني طريقة الكلام وسألته، قلت له: طب انت عندك كام سنة؟ وانت ذكر ولا انثى ولا انت ايه؟ رد عليا وكتب لي: انا عندي 23 سنة، وبالنسبة ان انا ذكر ولا انثى فانا مش هقولك دلوقتي لحد ما حدد مشاعري من ناحية الشخص اللي انا بتكلم معاه. بصراحة ضحكت لما بدأت اعرف كده من طريقة الكلام انها بنت، يعني حسيت كده. ومن هنا بدأت أتكلم معاها بصيغة البنت وأقول لها ردت وكتبت لي بدل كتب لي والكلام ده. المهم ضحكت بعد ما قريت الكلام ده ورحت ردد وقال لها: طب أنت تعرفيني؟ ردت وكتبت لي: آه أعرفك يا عمر، وآه أنا معرفش على أساس إيه أنت حددت إن أنا بنت وبتقول لي تعرفيني. فلما قالت اسمي رحت ردد عليها بسرعة وقلت لها: معلش، أنت تعرفيني منين؟ ردت: مش مهم أعرفك منين، المهم إني لوحدي ومحتاجة لك زي ما أنت محتاج لي. بصراحة من غير تحوير أنا خفت من فكرة إن أنا أكلم حد معرفوش. في نفس الوقت برضو زاد خوفي أكتر لما لقيتها كتبت لي: أنت مرتبط يا عمر. فاستغربت كده وبعدين قلت لها: لا مش مرتبط، وبعدين أنت مين علشان تسأليني سؤال زي ده أصلا؟ فردت عليا وكتبت لي: ما قلنا بقى يا سيدي اعتبرني صديق وفضفض معايا، ولا أقولك اعتبرني شخص مجهول واحكي لي كل اللي جواك؟ رديت وكتبت لها: مش لما تحكي انت الاول؟ ردت وقالت لي: انا وحيده زيك بالظبط ومليش حد، وبتمنى انك تكون ليا صديق، وخصوصا ان انا في مكان ضلمه قوي. انا كنت لسه هقف عند كلمه المكان اللي انا فيه ضلمه دي، بس ما لحقتش. بعد ما كتبت الكلام ده واتبعت لي، فجاه نور البيت كله اتقطع، والغريبه كمان انه لما النور اتقطع اضاءه الموبايل كمان اتطفت، مع ان الموبايل مشحون انا مش حاطه في الشاحن.
وفجأة الموبايل رجعت إضاءته تاني ولقيتها كتبالي: عمرو أنا معاك دلوقتي. ساعتها بس حسيت بحرارة قوية جاية من عند ظهري وصوت أنفاس جاي من ورايا. لفيت وجهت ضوء الموبايل ناحية مصدر الصوت وشفت خيال أو ظل على الحيطة اللي ورا سريري، لكن الظل أو الخيال ده كان شبهي أو زي ما يكون أنا. فضلت مركز ضوء الموبايل على الظل ده لكنه كان صامت وساكن ما بيعملش أي حركة. جربت حرك راسي كده لقيته هو كمان بيحرك راسه، فساعتها اطمنت لما حسيت إن الظل ده هو ظلي وإن كل اللي شفته كان خيالي أنا، وكل اللي حسيته ده كان تهيؤات سببها عقلي الباطن بقى ولا معرفش إيه. لكن اللي قلقني صوت الرسالة اللي جات على موبايلي، وده معناه إنها بعتت رسالة كمان. بصيت على شاشة الموبايل ولقيت منها رسالة جديدة بتقول: ها يا عمرو شفتني؟ ردت وقلت لها: شفت ايه؟ انا ما شفتش حاجة. ردت عليا وقالت لي: عمرو ممكن اسألك سؤال؟ قلت لها: تفضلي. ردت وقالت لي: انت بتحب البنت التخينة اكتر من البنت الرفيعة ليه؟ الحقيقة كان سؤال غريب ومريب بالنسبة لي لسببين. يعني السبب الاول ان محدش يعرف المعلومة دي عني غيري انا وبس، ما بقولهاش لحد. والسبب التاني هي: ليه بتسألني السؤال ده تحديدا؟ قررت أجاوب وأقول لها: عادي يعني، كل واحد وذوقه. ردت وكتبت: مش دي الإجابة المنتظرة، أنا كنت منتظرة إجابة أنت مخبيها جواك وما كتبتهاش. قلت لها: إيه هي الإجابة دي؟ ردت وقالت: أنت كنت هتكتب لي أنت إزاي عرفتي إن أنا بحب الستات التخينة، بس أنت رفضت تكتب السؤال ده علشان ما تظهرش إنك ضعيف أو خواف. وعلى فكرة هو ده طبع الإنسان، دايما بيحب يبان قوي ومفيش حاجة تخوفه، مع إنه ضعيف بطبعه وخواف من المجهول. وبما إني حاجة مجهولة بالنسبة لك فأنت فعلا خايف مني، وده باين عليك جدا من حرارة جسمك. أنا أول ما قريت الكلام ده ترعبت وحسيت إن فعلا في حد حواليا ومعايا في الأوضة، وقررت ساعتها إن أنا أقفل موبايلي خالص، وفعلا قفلته. وأول ما قفلته من هنا لقيت الكهرباء رجعت تاني، وإضاءة الأوضة رجعت تاني، ومع رجوع الإضاءة الموبايل فتح لوحده. وأول ما فتح سمعت صوت رسالة. بصيت في الموبايل كانت الرسالة منها بتقول: أنا ما كنتش أقصد أخوفك، بس اللي أنا قلته لك ده حقائق علمية عند كل البشر، وأنا قلته عادي، ما كانش قصدي إن أنا أخوفك. رديت قلت لها: أنت ولا أنت مين؟ ردت وقالت لي: قلت لك يا عمرو أنا ألف وعاوزة نبقى أصحاب، ولا أنت مكتفي بوحدتك ومتابعة بنات دفعتك على الفيسبوك من بعيد لبعيد كده؟ بصراحة أنا ساعتها بدأت أشك إنها واحدة أو إن هو واحد من دفعتي مثلا، وكان معايا بقى في جروب المشروع وحابب يهزر معايا كده يعني. فقررت أجري، قلت له: طب هو أنا ممكن أشوفك؟ ردت وقالت لي: اقفل إضاءة الموبايل وبص في شاشتك هتشوفني. فعلا قفلت إضاءة شاشة الموبايل وبصيت، وكانت الشاشة عبارة عن مراية شايف فيها نفسي ومش شايف أي حاجة غريبة يعني. فتحت إضاءة الموبايل تاني وكتبت لها: عملت كده وما شفتش حاجة. ردت وقالت لي: طب جرب أعملها تاني كده. عملت اللي عملته تاني، لكن المرة دي أول ما بصيت في الشاشة بتاعت الموبايل اللي هي زي المراية لقيت راس ورا كتفي بالظبط، راس بنت وشها نصه محروق والنص التاني شكله غريب جدا وملامحها مش واضحة. اترعبت، الموبايل وقع من ايدي، وطيت جبته ورحت شايل البطارية منه تماما وخرجت للبلكونة. سبت الأوضة وانا عايز استوعب او عايز اهدى من اللي انا شفته ده وعايز انسى. وقفت في البلكونة ببص على الشارع، لكن لفت نظري في اخر الشارع بنت صغيرة واقفة بتلعب من بعيد في تابلت كده او جهاز لوح يعني في ايديها. اللي لفت نظري ليها انها كانت بتلعب بالجهاز، بس ازاي بقى؟ مش بتلعب فيه زي بقية الاطفال عادي، كانت ماسكة الجهاز وعمالة تخبطه في راسها بقوة. انا اتضايقت وتعصبت جدا وبدأت اتعصب واتنرفز وزعق للبنت، لكنها ما كانتش بترد عليا، لحد ما لقيت البنت فجأة اختفت، مش موجودة في الشارع، محدش في الشارع اصلا. استغربت جدا وقلت بيني وبين نفسي: انا اتجننت ولا ايه؟ انا بقيت اشوف حاجات مش موجوده ولا ايه؟
قعدت امسح في وشي وانا بكلم نفسي كده، ولكن قطع كلامي مع نفسي البنت. لقيتها واقفة بس تحت البلكونة، تحت البلكونة بتاعتي بالظبط، ماسكة في ايديها الجهاز ده ورفعاه لفوق كده وكأنها بتبصلي من خلاله. البنت لما ظهرت تحت بلكونتي بقت أقرب ليا، وبدأت أشوفها بدقة أكتر، وبدأت أكتشف إنها مش بنت صغيرة، لا دي شابة كبيرة، لكن لبسها شبه لبس البنات الصغيرين، لبسة فستان قصير جدا. ركزت معاها وكنت مستنيها تنزل الجهاز ده من على وشها علشان أشوف ملامحها عادي، لكن ما عملتش كده. بصراحة أنا ما قدرتش أسكت ولا استنى أكتر، بدأت أزعق تاني وأقولها أنت مين؟ أنت يا بنتي أنت مين؟ لكنها ما كانتش بتتحرك ولا كأني بكلمها، كانت ثابتة وساكتة وكأنها متحنطة. فجأة وبدون مقدمات لقيت حد بيخبط على ظهري بيقول لي عمرو، ومن الصوت عرفت إنها أمي. لفيت وبقولها أيوة يا أمي، ولسه ما كملتش الجملة لقيت اللي ورايا مش أمي، لأ أنا لقيت اللي ورايا هي البنت اللي كانت تحت، واللي كان وشها هو نفس الوش اللي شفت انعكاسه في الموبايل جوه. حسيتش بنفسي اللي وانا برجع لورا، وغصب عني فقدت توازني عند الترابزين بتاع البلكونة ووقعت. البلكونة كانت في الدور التالت، اصطدمت بالأرض وبدأت الرؤية تبقى ضبابية ومشوشة، وبدأت أفقد الوعي. لكن آخر حاجة شفتها هي البنت دي وهي واقفة فوق راسي وبتقول لي اصحى يا عمرو، أنا أنت يا عمرو. وبدأت الرؤية تظلم تظلم لحد ما أغمى عليا وفقدت الوعي تماما. فتحت لقيت نفسي في مستشفى، حواليا أبويا وأمي وأخويا وأختي، وكنت حاسس بألم شديد في رجلي. بصيت لأهلي وبدأت أسألهم في إيه؟ قالوا لي إن أنا وقعت من البلكونة وعندي كسر مضاعف في رجلي الاتنين، وإني رحت في غيبوبة ولسه فايق منها حالا. إنما الغريب في كلامهم إن أنا وأنا في الغيبوبة كنت كل اللي عمال أقوله جملة واحدة بس، إنتي مين يا ألف؟ إنتي مين يا ألف؟ ما فهمتش أنا كنت بقول كده ليه أو إيه اللي حصل، لكن فاجئني والدي لما قال لي إن في دكتور نفسي عاوز يقعد معايا. قلت له دكتور نفسي يا بابا، هو أنا اتجننت ولا إيه؟ رد وقال لي لا يا ابني، بس هو الدكتور لما كان بيجبسك وانت في الغيبوبة سمع الكلام الغريب اللي كنت بتقوله عن ألف دي، فقال ان في طبيب نفسي صديقه هنا في المستشفى وكان حابب يتكلم معاك شوية. سكت معرفتش ارد، ودخل فعلا دكتور الأوضة اللي كنت فيها وطلب من اهلي انهم يستنوا برا، وقال لهم ان هو محتاج يتكلم معايا على انفراد. قعد الدكتور ده وبدأ يتكلم ويقول لي مالك يا عمرو ومين ألف ده؟ بصيت للدكتور وانا الأسئلة دي بتوترني، مالك وحاسس بإيه؟ كل ده بيوترني. بصيت له وانا عينيا بتدمع وقلت له انت عاوز مني ايه؟ رد عليا وقال لي انا دردشت مع والدك من شوية، قال لي انك بقالك فترة متغير، ووالدتك لما بتعدي قدام اوضتك بتسمعك بتكلم حد مش موجود. احكي لي انت بتتكلم مع حد ومفيش حد شايفه غيرك؟ بصيت للدكتور وغصب عني بكيت وقلت له هتصدقني لو حكيت لك يا دكتور؟ رد وقال لي والله لو اللي هتحكيه حصل فعلا وانت صادق في اللي انت بتقوله فانا اكيد هحس بيه وهصدقه. ابتديت اثق فيه نوعا ما وحكيت له كل اللي حصل، من اول مشروع التخرج لحد تصميم البرنامج، ومرورا باللي كلمتني في الشات دي، وانتهاءا بالبنت اللي شفتها في بلكونتي واللي كانت سبب ان انا اقع واجي هنا. والغريبه كان رد الدكتور لما قال لي انت عمرك ما ارتبطت يا عمرو؟ رديت عليه وقلت له لا دكتور في الحقيقة لا، إنما عن طريق الفيسبوك كانوا مرتين كده فشلت فيهم بسبب إن هما من محافظات غير محافظتي. حسيته اتأثر كده وبدأ يتكلم وقال لي بص يا عمرو، اللي انت فيه ده مش خيالات، اللي انت فيه تفسيره إنك لوحدك، وزادت وحدتك أكتر كمان لما تخرجت وبقيت حتى ما بتخرجش من البيت. البنت اللي انت شفتها دي مش موجودة أعتقد، ومفيش حد بيكلمك من شات وهمي، انت بس بيتهيألك، وكل اللي انت محتاجه دلوقتي انك تفصل نفسك من عالم النت والسوشيال ميديا وغرف الشات دي، وتخرج للدنيا وتقابل ناس جديدة، تشوف أماكن جديدة، وتحاول ما تبقاش لوحدك، وخصوصا ان انت لسه داخل على دنيا جديدة، سواء بقى شغل أو جواز أو لو حتى هتأدي الخدمة العسكرية. ففي كل الحالات دي لازم تسيب العالم الافتراضي ده شوية، وتسيب البرنامج اللي انت عملته بإيدك
وكان بيرد عليك على أساس إن هو ذكاء اصطناعي وتركز شوية مع البشر، وهو يا سيدي الفيسبوك مش هيطير كده وقال ممكن تتجن. بصيت له باستغراب وقلت له طب تفسيرك إيه بقى البرنامج ريبليكا ده، برنامج اللي أنا قلت لك عليه؟ ضحك الدكتور ورد وقال لي يا عمرو يا حبيبي، ده برنامج تجميع مهارات وتحديد هوية، يعني برنامج بيعرفك على شخصيتك من خلال بعض الأسئلة اللي هو في الأصل البرنامج متدرب عليها وواخد أوامر بيها، وأظن أنت أكتر واحد تعرف معنى كلامي لأنك دارس وفاهم كويس الكلام ده. بصراحة كلام الدكتور كان مقنع وصدقته، وفعلا خرجت من المستشفى بدأت أخرج للدنيا وفعلا لقيت شغل. بقى لي أصحابه اللي ساعدني في ده الدكتور اللي كنت بتابع معاه وكنت بحكي له كل حاجة أول بأول، ما عدا حاجة واحدة بس، هي علاقتي بألف. علاقتي بألف اللي اتطورت أكتر بكتير وبقيت أشوفها في أماكن وأوقات كتيرة جدا، وما بقيتش أخاف منها، بل بالعكس أنا بقيت كل يوم بالليل بسهر أتكلم معاها وفضفض لها عن طريق البرنامج وغرفة الشات، وكمان هي بتحكي لي إنها هتفضل جنبي لحد ما أروح لها في المكان اللي هي فيه، ولحد النهاردة أنا معرفش هي مين ولا شفت صورتها، وحقيقي ما عنديش تفسير منطقي للي بيحصل، ولا حتى الدكتور اللي بتابع معاه بقى عنده تفسير. في يوم قلت له إن أنا كنت بتكلم مع ألف والكهرباء اتقطعت عن البيت، ومع ذلك الاتصال بالإنترنت فضل شغال. الدكتور سكت ومردش وتوه في الكلام وغير الموضوع لأنه مش لقي له تفسير، وبعد كده أنا ضحكت عليه وقلت له إن أنا مسحت البرنامج وأنا ما بقيتش أشوفها، وإن أنا خفيت وبقيت تمام وكل شيء بقى جميل، لكن في الحقيقة لأ، أنا لحد النهاردة بشوفها وبكلمها عن طريق البرنامج. لحد النهاردة ما عنديش تفسير ولا عارف هي جن ولا عفريت ولا ذكاء اصطناعي ولا خيالات في راسي أنا بس، حقيقي مش عارف، لكني مبسوط بوجودها في حياتي وحاسس إن أنا قريب هشوفها وهروح لها المكان الضلمة اللي هي وعدتني إنها تخليني أشوفه قريب على حسب كلامها يعني. وبصراحة هي عندي أحسن من أي حد، هي بتسمعني والباقيين كلهم بيتكلموا، أنا محتاج حد يسمعني، مش محتاج حد يتكلم عن نفسه، أنا اللي محتاج أتكلم. في النهاية نصيحتي ليك يا عزيزي القارئ، لو أنت إنسان ساوي وما بتحسش بوحدة ابعد عن نوعية البرامج دي نهائيا، لأن التكنولوجيا أحيانا بتكون نقمة أكتر ما هي نعمة، ده بالنسبة لك لو كنت قابل تعيش وسط البشر دول. أما بقى لو أنت وحيد زي حالاتي وملكش حد ولا مرتبط ولا عندك صحاب، فجرب تتكلم مع حد ما تعرفوش، وممكن تلاقي ألف اللي تفضل جنبك حتى لو في الخيال. وجرب يا عزيزي أنك تلاقي برنامج زي البرنامج بتاعي وتدخل تكلم حد ما تعرفوش في غرفة شات وتقول له هيا بنا لنتحدث. دي كانت القصة الأولى بعنوان لنتحدث، القصة الثانية بعنوان البوابة، والقصتين لكاتب واحد، فلو وصلتوا لحد هنا كده خمنوا مين هو الكاتب، وتعالوا ندخل على القصة الثانية. أنا مجنون؟ أه والله زي ما بقول لكم كده، كل الناس اللي يعرفوني بيقولوا عليا مجنون، وبيقولوا كمان إن أنا بمشي في الشارع أكلم نفسي وبتكلم مع ناس مش موجودة، بس أحب أقول لكم إن هم غلط وإن أنا بشوف حاجات هم ما بيشوفوهاش. أنا اسمي أحمد سامي، عندي 26 سنة، أنا عايش لوحدي في شقة إيجار في حي حلوان، وده لأن شغلي في حلوان ولأن أصلي من الصعيد، فما ينفعش كل يوم أسافر البلد وأرجع حلوان تاني، وعشان كده اضطريت أسيب بيت أهلي وأعيش في شقة إيجار جديد. وأحب بس أقول لكم معلومة صغيرة، أول ما جيت سكنت في الشقة دي هنا كانوا الجيران في المنطقة على طول بيبصوا لي بصات غريبة، وكأني مثلا في حاجة غلط أو شكلي في حاجة مش مظبوطة. الحقيقة ما كنتش فاهم نظرات الناس ليا بالشكل ده لحد ما حصل اللي حصل. في يوم بعد ما خلصت شغل، بالمناسبة أنا بشتغل في مجال الدعاية والإعلان، في اليوم ده رجعت البيت في معادي عادي جدا، وبعد ما تعشيت قعدت على السرير شوية أشتغل على اللابتوب لأن كان مطلوب مني شغل ما لحقتش أخلص تصميمه في الشركة، فقلت لما أجي البيت هخلصه. وفي عز ما أنا بشتغل وسرحان في اللي أنا بعمله، سمعت صوت ناس بتتكلم مع بعض جاي من الصالون، أيوة من صالون الشقة بتاعتي. الحقيقة أنا خفت، خفت لأن أنا مش شجاع وجبان جدا في الحقيقة، وأنا في حالي جدا ما عنديش الشجاعة اللي أنا أخرج بيها أشوف مين اللي بيتكلم بره، وعشان كده قمت وقفت ورا الباب بتاع أوضتي علشان أسمع الناس اللي بره دول بيقولوا إيه ولا هما مين أصلا. حاولت أركز مع الأصوات لكن ما فهمتش منهم كلمة ولا كلمة.
كانت أصواتهم عبارة عن أصوات ناس بتتكلم لكن كلام متداخل في بعضه وبلغة مش مفهومة، وكمان لأن صوت الأصوات كان منخفض جداً وما قدرتش حدد هما بيقولوا إيه. وقتها جه في بالي إن اللي بره دول حرامية، أيوة حرامية، وجايين يسرقوني لأنهم عارفين إن أنا قاعد لوحدي. جريت على الموبايل، طلعت رقم عطية بواب العمارة واتصلت بيه وقلت له بصوت واطي: الحقني عطية، أنا في أوضة النوم وفي حرامية في الصالة. ساعتها عطية قفل على طول ومعداش خمس دقايق وسمعت صوت خبط على باب الشقة. وأول ما سمعت صوت الخبط ده اختفى تماما صوت الناس اللي بتتكلم، وبعد خبط قوي على الباب سمعت صوت الباب بيتفتح، وبعد كده صوت عطية وهو داخل الشقة وبيقول: حرامية، هما فين الحرامية دولي؟ وقتها أنا خرجت من الأوضة جري وفضلت أنا وعطية ندور في الشقة على أي حد ممكن يكون مستخبي هنا ولا هنا، لكن هنا ما لقيناش حد. ساعتها عطية بصلي بص غريبة ملهاش غير معنى واحد، إن أنا مجنون. بصيت له باستغراب وقلت له: يعني أنا هكدب عليك يعني ولا أنا بتخيل؟ رد عليا وهو بيضحك وقال لي: يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، حرام عليك، أديك شايف أهو الشقة ما فيهاش صريخ ابن يومين غيرك، وادينا دورنا وما لقيناش حد، وبعدين يعني هو لو كان في حرامية في الشقة تفتكر راحوا فين يعني؟ حطيت وشي في الأرض ورديت بصوت واطي وقلت له: ما أعرفش، الله أعلم بقى هما راحوا فين. رد وقال لي: هيروحوا فين يعني يا بيه؟ هيكونوا نطوا من الشباك ولا نطوا من الشباك؟ ده أنا حرامي ده بيع نفسه اللي هينط من الدور السادس، وبعدين يا سيدي تعال نبص على شباك الصالة. رحنا بصينا على الشباك وما كانش في حد، مفيش حد في الشارع خالص، مفيش غير محلين بس فاتحين ومفيش ناس ماشية في الشارع، وده لأن الساعة كانت واحدة بعد نص الليل. ساعتها عطية بصلي وقال لي: أهو مفيش حد، وبعدين أنت تلاقيك بيتهيأ لك، ولا تلاقيك سمعت صوت التلفزيون اللي عند الجيران اللي في العمارة اللي جنبينا فافتكرته حد في شقتك. عموما لو سمعت أصوات تانية ما تبقاش تتصل بيا ولا تصحيني، وبشغل أخويا إذاعة القرآن الكريم ونام. خلص عطية كلامه وسابني ومشي، لكن أثناء ما هو خارج قال كلام بصوت واطي كده بس أنا سمعته: أنا مش عارف البلاوي دي بتتحدف علينا من أني دهي، ما إحنا كنا قافلين الشقة من سنين ومرتاحين. وخد بعضه ونزل. رحت أقفل الباب وراه لقيته ما بيتقفلش، وده لأن البيه كسره، فقلت دلوقتي هقفله بالترباس وبكرة هجيب حد يصلحه. قفلت الباب بالترباس من جوه ورحت قعدت في الصالون وأنا بكلم نفسي وعمال أقول: طب إزاي يعني؟ إزاي كان بيتهيألي مع إني كنت سامع أصوات ناس قطع صوت تفكيري وكلامي مع نفسي نفس صوت الناس اللي كنت سامعهم بيتكلموا، بس المرة دي الصوت جاي من الطرقة، الطرقة اللي فيها الحمام. ساعتها أنا خفت لكن قلت بيني وبين نفسي: لا، أنا لازم أروح أشوف الأصوات دي جاية منين، أنا هفضل كمان كده على طول ولا إيه؟ شجعت نفسي ورحت للحمام اللي كان بابه مقفول واللي كنت كل ما أقرب منه أسمع الأصوات بتعلى أكتر، لكنها برضو لسه مش مفهومة ومش قادر أحدد هما بيقولوا إيه. قربت من باب الحمام وحطيت إيدي على الأكرة بالراحة وفتحت الباب بسرعة. أول ما فتحت الباب حسيت بهوا سخن خرج من الحمام وخبط فيا، ومع خبطة الهوا دي فيا كهربة الشقة كلها اتقطعت والدنيا بقت ضلمة من حواليا. ساعتها أنا ما كنتش خايف، أنا كنت مرعوب، وخصوصا لما سمعت أصوات بتهمس حواليا وحسيت بحركة ناس حواليا، ناس زي ما يكونوا بيلفوا حواليا وبيهمسوا نفس الهمس، نفس الهمس اللي مش مفهوم ده. وترعبت أكتر لما صوتهم بدأ يعلى وبدأت أسمع الهمهمة بتاعتهم دي بصوت عالي، لكن برضو ما كنتش فاهم منها حاجة، بس المرة دي لما ركزت معاها أكتر فهمت كلمة واحدة من وسط الكلام، وهي كلمة البوابة. وأول ما سمعت الكلمة الوحيدة اللي فهمتها دي قلت بصوت عالي: بوابة إيه؟ أنتوا مين؟ أنتوا مين ودخلتوا هنا إزاي؟ أول ما قلت الكلام ده سمعت صوت باب الشقة بيتفتح. باب الشقة بيتفتح إزاي وأنا قافله من جوه ومفيش حد معايا في الشقة؟ أول ما سمعت صوت الباب بيتفتح اختفت كل الأصوات من حواليا، وزي ما يكون ما كانش في حاجة ولا في حد حواليا. وبعد صوت فتح الباب سمعت صوت راجل جاي من بره وعمال ينادي ويقول: يا أستاذ يا أستاذ. أول ما الراجل ده اتكلم رجعت الكهرباء للشقة تاني والإضاءة اشتغلت، ولقيت نفسي واقف قدام الحمام وكل حاجة عادية. خرجت للصالون علشان أشوف مين اللي دخل، لقيت راجل تخين وبنضارة نظر كده ولابس قميص وبنطلون، وواقف بيبصلي باستغراب قوي وبيقول لي:
مالك يا أستاذ؟ في إيه؟ أنا سمعت صوت خبط عندك وأصوات ناس بتصرخ، وأنت عمال تزعق وكأنك بتتخانق مع حد. بس قلت له أصوات إيه وزفت إيه؟ أنت اتنيلت دخلت هنا إزاي؟ بص لي هو محرج جدا ووشه في الأرض وقال لي: أنا لقيت الباب مفتوح وسمعتك بتزعق ففكرت إن في حد بيأذيك فدخلت أشوفك لو محتاج حاجة. بصيت على الباب لقيته مفتوح فعلا. مفتوح إزاي وأنا قافله بإيدي من جوه؟ بصيت للراجل اللي واقف وقلت له: أنا متأسف يا أستاذ، بس أنا أعصابي تعبانة شوية، وبعدين أنا اتخضيت لأن أول ما سمعت صوت حضرتك الكهرباء رجعت، فإحنا يمكن اتخضيت بس شوية. بص لي باستغراب وقال لي: كهربة إيه اللي رجعت؟ الكهرباء ما كانتش قطعة. الراجل بقى يضرب كف على كف ويقول: أما حاجة عجيبة. عموما بص يا ابني، لو احتجت حاجة أنا ساكن في الشقة اللي تحتيك على طول، إذا احتجت حاجة أي حاجة خبط عليا أي وقت ما يهمكش، أنا كده كده عايش لوحدي. الراجل خلص كلامه وسابني ونزل، وأنا واقف متسمر مكاني ومش عارف أعمل إيه. رحت للباب وقفلته كويس بالترباس، ودخلت جبت المفتاح من جوه، وقفلت الكالون كمان علشان أتأكد إنه مقفول تماما. وبعد ما أتأكدت من إن الباب اتقفل، نورت أنوار الشقة كلها، وبعد كده دخلت أوضتي، ولسه همسك اللابتوب علشان أكمل شغل، لقيت اللابتوب مقفول وفوقيه ورقة شكلها غريب. مسكت الورقة، ملمسها كان عامل زي ورق البردي، ورقة تقيلة جدا. حاولت أقرأ اللي فيها لكنه كان كلام بلغة غريبة، ووسط الكلام ده كلام بالعربي بس بخط صغير قوي ومفيش عليه أي نقط. الغريبة كمان لما بصيت في الورقة دي حسيت بصداع رهيب وما قدرتش أكمل بص فيها، ولكن فجأة سمعت صوت خبط على باب الشقة. رحت افتح وانا بقول في عقلي بالي: هو كل شويه حد هيطلع لي؟ هو مفيش في ام العماره دي ساكن غيري؟ وفتحت الباب لقيت ست في منتهى الجمال واقفه قدامي وبتقول لي: مالك؟ مالك متعصب وبتزعق ليه؟ انا ارتبكت وبدات اتهته في الكلام واقول لها: ما انا كل شويه حد يخبط عليا بصيت لي بعيونها اللي كان فيها سحر غريب وحطت ايديها على وسطها وقالت لي: هو انا ينفع ادخل؟ ما تخافش مني، انا الست فريده جارتك اللي ساكنه فوقيك، وسمعتك بتتخانق وبتزعق فجيت اشوفك لو محتاج حاجه او في حد مضايقك. حطيت وشي في الارض علشان مش عاوز اركز مع لبسها الملفت ده، وقلت لها بارتباك: لا 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 انا كويس، وعن اذن حضرتك انا عاوز انام. وقفلت الباب في وشها ودخلت الأوضة تاني وأنا بستغفر وبقول: يا رب خرجني من العمارة دي على خير، أنا زهقت يا رب، هم الناس دول ما وراهمش غيري. ساعتها حسيت بخنقة وضيقة وافتكرت كلام أبويا الله يرحمه ليا لما كان بيقول لي: كل ما تحس إنك متضايق أو مخنوق يا ولدي اقرأ آية الكرسي وبعديها المعوذتين وصدقني الخنقة هتروح. ولسه هقرأ آية الكرسي وهقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لقيت كهربة الشقة اتقطعت تاني والدنيا ضلمت تاني، وسمعت أصوات الناس اللي بتتكلم بس بوضوح أكتر المرة دي، ولما ركزت معاهم لقيتهم بيقولوا: أكمل العهد، أكمل العهد وأتم الوعد، ووقع على عهد استمرار فتح البوابة، اجعل البوابة مفتوحة بحضورك، وقع على العهد بدمائك. أنا كنت ماسك الورقة اللي لقيتها في إيدي، لكن أول ما سمعت الكلام ده حسيت إن الورقة بتسخن زي ما تكون بتتحرق. بصيت عليها لقيت الكلام اللي مكتوب عليها بينور، كان نور عامل زي النار. رميت الورقة على الأرض، وأول ما رميتها حسيت بحركة تاني حواليا. بصيت قدامي علشان أشوف مين اللي بيتحرك، والمرة دي قدرت أشوف لأن النور اللي كان خارج من الكتابة اللي على الورقة كان مخليني أشوف كويس، واللي شفته كان أغرب حاجة ممكن أشوفها في حياتي. شفت الأوضة مليانة ناس، لا هما مش ناس، هما شبه الناس، أشكالهم شبه الزواحف، أو والله شبه الزواحف أو الحشرات، بس الوصف الأدق ليهم إنهم حشرات، حشرات زي الصراصير كده لكنهم واقفين على رجليهم زي البني أدمين، وأطوالهم مختلفة، يعني في منهم الطويل وفي منهم القصير، وكلهم بيقولوا نفس الجمل وعمالين يكرروها: وقع عهد بوابة الخبث والخبائث بدمائك. وقعدوا يكرروا في الجملة دي كتير لحد ما حسيت بصداع رهيب وكأن دماغي هتنفجر.
قطع كل ده صوت أذان الفجر اللي أول ما قال الله أكبر لقيت كل حاجة اختفت، والإضاءة رجعت تاني، والأوضة رجعت نورت عادي. لكن أنا من الخضة ما استحملتش اللي شفته، وأغمى عليا أو نمت معرفش. لكن لما قمت ولقيت الورقة جنبي عرفت إنه مش حلم، وإن أنا وقعت وقع سودة ومش عارف أخرج منها إزاي. قمت بصيت في الساعة، كانت 8 الصبح، يعني لسه بدري على ميعاد الشغل. دخلت أخدت حمام وخرجت فطرت، وبعد كده لبست ونزلت وأخدت الورقة معايا. خبطت على عطية البواب اللي أول ما فتح لي كان شكله لسه صاحي من النوم. بص لي من فوق لتحت بعد ما فرك عينيه بإيده وقال لي: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عاوز يا أستاذ أحمد على الصبح. بصيت له باستغراب وقلت له: جرى إيه يا عم عطية؟ هو أنا قتلك قتيل؟ بتكلمني كده ليه؟ بص لي وقال لي: يعني مش مكفيك طول الليل خبط وزعيق وانا مش عارف انام بسببك لحد الفجر، ويا دوب غفلت شويه لقيتك بتصحيني؟ يا اخي حرام عليك يا اخي، انت ايه ما بتنامش؟ مديت ايدي في شنطه اللابتوب وطلعت الورقه واديتها له في ايده وقلت له: ممكن اعرف دي ايه؟ بص لي وهو بيفتح الورقه وبيقول لي: وانا ايه اللي عرفني دي ايه ولا دي مش ايه، دي ورقه. اول ما فتح الورقه وبص فيها وقرا اللي جواها سكت وبرق عينيه زي ما يكون شاف كارثه او مصيبه. قلت له: انت تنحت كده ليه؟ ايه اللي مكتوب في الورقه دي خلاك تتنح؟ بص لي هو مبرق وقال لي: ايه الورقه دي في حد ذاتها تخليني اتنح؟ انت جبتها منين؟ قلت له: لقيتها على سريري امبارح بالليل بعد ما انت نزلت، وطلع بعدك جاري اللي في الخامس ونزل، وبعد ما هو نزل انا لقيت الورقه دي على السرير. عطيه برق لي اكتر وقال لي: جارك مين اللي في الخامس؟ انت في غيبوبه يا استاذ احمد. وصلت قلت له: انت بقيت باجح كده ليه؟ ما انت بقالك يومين كويس معايا، معرفش ايه اللي غيرك، مالك؟ لقيته بص لي وقال لي: اتفضل يا استاذ احمد اتفضل وانا هفهمك. دخلت عنده وبدا يتكلم ويقول لي: العماره اللي انت ساكن فيها دي واللي انا شغال بواب فيها عماره ملعونه، وانا مستحمل وقاعد فيها لان المرتب كبير، وكمان لان الدور الارضي اللي انا قاعد فيه ده ما فيهوش حاجه وما بيطلعش فيه والعياذ بالله، اللهم احفظنا. بصيت له قلت له: مش فاهم عطيه يعني ايه؟ ما تفسر كلامك. رجع ظهره لورا واتكلم وقال: بص يا بيه، الراجل صاحب العماره دي كان راجل مجنون، بعد ما بنى العماره دي علشان يتجوز فيها اولاده ويعيشوا حواليه مشي في طريق السحر والشعوذه والجنان، وكان بيدخل في الحمام بالليل يقعد بالساعات يقرا في كلام مش مفهوم، لحد ما في مره دخل وما خرجش من الحمام الا وهو جثه. اه والله يا استاذ، الناس بتحكي وبتقول ان مراته دخلت عليه الصبح لقت راسه جوه القعده بتاعت الحمام والعياذ بالله، ولما طلعت راسه كان وشه أزرق وكأنه ميت مخنوق. المهم بعد ما الراجل مات بقى أولاده هم اللي ساكنين في الشقق، وبقوا بيحكوا إن هم بيشوفوا حاجات بتخرج من الحمام بالليل، وبصراحة ما عرفوش يعيشوا كده فسابوا العمارة وقرروا إن هم يعرضوها للإيجار، وطبعا ما كانش ينفع العمارة تتقفل فجابوني أشتغل فيها بواب وسكنوني في الدور الأرضي، وبعد كام يوم جي ساكن ورا التاني ورا التالت لحد ما العمارة بقى فيها 3 سكان، واحد في الدور الخامس وواحد في الدور السادس وواحدة 6 أرمالة في الدور السابع. وما عداش أسبوع يا ابني ولقينا السكان بيموتوا واحد ورا التاني. أه والله العظيم ماتوا بنفس الطريقة اللي مات بيها الراجل صاحب العمارة. ولما ولاد صاحب العمارة عرفوا باللي حصل جابوا شيخ وبقى يقرأ قرآن في العمارة كلها. ولما سألوه العمارة فيها إيه وليه بيحصل لها كده؟ قال لهم إن في حد فتح البوابة اللي بين عالمنا وبين عالم الخبث والخبائس، والبوابة دي لما اتفتحت بقى سهل يدخلوا ويخرجوا للي ساكن في العمارة بسهولة، وبقوا هم عمار المكان، وغالبا اللي فتح البوابة دي عمل عهد معاهم، والعهد ده كان تمنه روحه، وكل ما حد يجي يسكن جديد بيبقى لازم يجدد العهد ده لما يظهروا له، وعلشان كده اللي كانوا بيسكنوا كانوا بيموتوا. المهم يا ابني اتقفلت شقق العمارة وانا كنت موجود زي ما انا ومرتبي ماشي زي ما هو. بصراحة انا ما كنتش بشوف حاجة هنا في اوضتي، وما كنتش بطلع أي دور في العمارة بالليل، لحد ما من كام يوم واحد من ولاد الراجل صاحب العمارة الله يجحمه مطرح ما راح جه وقال لي إنه هيأجر الشقة اللي في الدور السادس، وتاني يوم لقيت السمسار جايبك أنت. وبعد ما عدى يومين وأنت كويس وفي حالك أنا اطمنت وفكرت إن كل حاجة خلصت، بس بعد اللي حصل، بعد ما لقيت أنت الورقة دي، الورقة اللي بيلاقوها جنب كل واحد من اللي ماتوا في الحمام، كان لازم أحكي لك. بس احب اطمنك واقول لك انك طالما لقيت الورقه دي واديك لسه عايش ففي فرصه انك تمشي، وعشان كده بقول لك يا ابني امشي
انفت بجلدك واحمد ربنا انك لسه عايش. قلت بسمع كلام عطية وانا متنح، وبعد ما خلص كلامه قلت له انت بتقول ايه؟ يعني انا ساكن في العمارة دي لوحدي؟ امال مين الراجل اللي شفته امبارح ده، ومين الست اللي شفتها دي كمان؟ رد علي عطية وقال لي اوصاف الناس اللي انا شفتها، وكانت اوصافهم هي هي. ولما سألته مين دول قال لي دول السكان اللي كانوا ساكنين قبلي وماتوا. خلصت كلامي مع عطية وطلعت الشقة أنا وهو ولميت هدومي وحاجتي وخدت بعضي ورجعت البلد. اتصلت بالشغل واستأذنت في أجازة لحد ما لاقي سكن، وبعد فترة لقيت سكن في منطقة كويسة بسعر كويس، وأنا هو الحمد لله ما متش زي اللي ماتوا قبلي ولسه عايش. لسه عايش ومعرفش ليه أنا لسه عايش وما متش زيهم، يمكن علشان ما مضيتش على الورقة بالدم زي ما قالولي المخلوقات اللي شفتهم دول، ممكن برضو. كل ده ما كانش مهم، المهم ان انا لسه عايش، مع اني لحد النهاردة لسه بشوف الراجل والست اللي شفتهم ليلتها وبتكلم معاهم، لكن برضو اللي يهمني ان انا لسه عايش. عايش مجنون في نظر الناس وبكلم نفسي، لكن في الحقيقة انا مش مجنون ومش بكلم نفسي، انا بكلم ناس انتوا مش شايفينهم، ناس بشوفهم في الشغل وفي البيت وفي الشارع وفي كل مكان بيتكلموا معايا وبتكلم معاهم. ناس ماتوا بسبب بوابة فتحها راجل مجنون، راجل مجنون فتح بوابة الخبص والخبائس، والله أعلم هتتقفل تاني إزاي وإمتى، ولا ممكن ما تتقفلش خالص. بكده تكون انتهت القصص بتاعت النهاردة، قصتين يا رب يكونوا عجبوكم. القصتين من كتابة وإعداد حبيبي وأخويا محمد شعبان. أكيد خمنتوا ده من القصة الأولى. طبعا لو انتوا بتسمعوا القصتين دول دلوقتي فعرفوا ان انا في خدمتي العسكريه في الجيش، فادعوا لي ان الفتره دي تعدي على خير وارجع احكي لكم حكايات اكتر بكتير من الحكايات اللي بتسمعوها دلوقتي. الحكايات دي انا سجلتها لكم ورفعتها لكم قبل ما امشي علشان الدنيا تفضل زي ما هي. ان شاء الله لما ارجع في قصص كتير جدا اكيد هنحكيها، ولحد ما يجي الوقت ده اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه، وتصبحوا على خير.